يعني الحقيقة في نفس السياق استجابة لمطالب رواد ومتابعي الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع فيسبوك، الحكومة بتعلن على صفحتها الرسمية عن مزيد من أرقام الهواتف، هواتف أبرز الوزارات والقطاعات الخدمية بالدولة، في إطار حرص الحكومة على التفاعل المستمر مع السادة المواطنين واستجابة منها لمطالب رواد ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك والمتعلقة بنشر المزيد من الأرقام الهاتفية والخطوط الساخنة لأبرز الوزارات القطاعات الخدمية، وذلك حتى يستطيع المواطنون التواصل مع تلك الوزارات للإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات المختلفة الخاصة بهم، وبناء على ذلك طبعا تم إضافة المزيد من الأرقام زي ما شفنا قدام حضراتكم على الشاشة. طيب احنا لسه بنتكلم على موضوع قصص النجاح والفكر المختلف، وخلينا نشوف دلوقتي يعني الحياة في إطار حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على نشر قصص نجاحات تبث الحقيقة روح الأمل والتفاؤل بين المواطنين وخصوصا الشباب وتشجعهم على التقدم والبناء والتطلع إلى مستقبل أفضل لمصر. تولى الحقيقة المركز الإعلامي نشر سلسلة النجاحات والمجهودات دي، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، لازم يكون في حركة بتقوم بها القطاعات المختلفة بالدولة علشان تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين. الكل حكومة ووزارات وقطاعات دولة ما بيتأخروش أبدا على توفير كافة السبل والاحتياجات لحياة كريمة تلقى بحال المواطن المصري. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. قصص نجاح من أصعب بداية لأنجح نهاية. مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد. احنا في مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بمحافظة بورسعيد. المدرسة تعينت فيها من سنة 17-18، يعني السنة اللي فاتت، وكانت عبارة عن رمل أصفر وبواقي التعمير لأن المبنى ده مبني من جديد. اتهديت لفكرة ان انا اعمل مدرسة صديقة للبيئة، حوالي 1000 كاوتش استخدمتهم، عملت لهم ريسايكل، عملت بهم اشكال جمالية، عملت بيهم قمصز البوصلة، عملت بيهم ساعات، عملت بيهم أشكال جمالية، عملت بيهم ريسبشن لمدخل المدرسة، عملت بيهم ألعاب رياضية، عملت رامبولين، زحليقة، نطاطة، حاجات للأولاد. عملت أول فصل جوه الحديقة على مستوى مصر حاليا كأرت روم، الأولاد هم قاعدين جوه الفصل، يبقى قاعدين في الخضرة في الحديقة. انا بصراحه شايف ان المدرسه دي حلوه قوي، وبحب احس ان الرسم تحت احسن من تبقى فوق، لان الرسم بيبقى كده وسهله، لكن انا الجو طراوة حلو قوي، وانا برضه بحب المدرسه كمان. فصل الحديقه جميل وفي زهور ودنيا حلوه، انا بحبها وبحب فصل الحديقه، ولما بطلع برضه فصل بعرف ارسم، بس ما بعرفش ارسم بيبقى مختلف بس شويه فصل الحديقة. النواتج بتاعت الموضوع أثرت تأثير كبير قوي، إن أصبحت المدرسة مدرسة جذب للطلبة، الناس مدت إيديها لينا، وزارة الزراعة مدتني بأشجار مثمرة، جهات أخرى مدتنا، لكن في متابعات برضو من المديرية، السيد وزير محافظة بورسعيد جالي زارني وأثنى كتير وقال إن دي مدرسة أصبحت يعني تماثل المدارس الدولية. ممكن أن تفعل شيء إذا حبينا البلد، ودي يمكن كلمة السر اللي ممكن أقولها لأي حد في البلد، حبوا البلد هتلاقوا حاجات كتير أوي ممكن تحصل، وحاجات تفرحكم، وحاجات ممكن ناخدها كمثال تساعدنا في الانطلاقة لمصر جديدة إن شاء الله. القصة دي وغيرها من القصص بتثبت لنا مقولة واحدة بس، اللي عاوز حاجة بيقدر يعملها، واللي فعلا زي ما اتقال كده في الفيديو، اللي بيحب مكانه بيحب بلده وقلبه على مصلحة بلده هيقدر يعمل اي حاجة، يعني مفيش عقبة هتقف قدامه ان هو يقدر ينفذ اللي هو عايزه، بس ينفذها بضمير وينفذها بحب. طيب